أدمين أخويا أنت من السوق ما مقاد، السوق كاين من 4600 4400 4200 حتى 4000، السوق ما مقاد، الوجه ديالها المليح بثمنه، وكان ناس لها دريوي جاب 4200 4300 هادشي اللي كاين. المهم لا فل فين العافية في السوق هي 4600 هاد الأيام هادي نقصت شوية بطاطا. والكيلو خويا طايح 6 دراهم 110 يا ولدي باش طايح المليح طايح 6 دراهم، وكاين حتى 110 115 هادشي اللي كاين. ها والسوق راه رجعت شويه، ما كان داير 5400 5200 راه رجعت هي هاد الايامات شويه، هادشي اللي كاين اخويا. ولكن علاش يطلع مره مره اخويا السوق دابا منظره دابا العرض، الا كان العرض كثير راه بطاطا كترجع، كان ثاني العرض قليله داكشي ما العرض، هي الخضره ما عندهاش الحدود، كانت قليله راه كتطلع ما كانش قليله راه كترجع. اي الا كانت قليله كلشي كيعمر البلاصه ديالو كلشي كيشري، كانت انا موجوده راه بنادم كيتكايس وكيتمشى مع السوق، هادشي اللي كاين اخويا. انا اخويا الله اللي عالم بيتها الله، قلت لك الخضره ما عندهاش الحدود، شتي الخضره ما كاينش الحدود ديالها، هادشي اللي كاين هي ديالها السوق ديالها بوحدها. شحال بدا اذا كانت موجوده كتكون ناقصه، ما كانتش موجوده راه كتكون طاره، داكشي على حسب العرض ديال السلعه. والمليح ثاني الا كان المليح المليح وكاين السلعه دريوش راه كتكون ناقصه، كان المليح المليح ثمنه، هادشي اللي كاين. ديال البصله البصله كاينه من 170 حتى 190 البصله ما مقاداش دي بي دي كاين في السوق. شنو الفرق حسب الكاليتي، على حسب الكاليتي. اي اي وجه الثمن دابا هذا الثمن دابا راه من بلاصتها، راه بلاصتها راه كاينه 170 جمله، وزيد عليها ثاني ترونسبور وزيد عليها الصاير و 12 ريال ديال الصاير. لا لا هي كتطلع وتنزل كتطلع وتنزل. البسطة دابا راه قليل، البسطة كاين ديال العناصر وكاين ديال كيكو وكاين المندقة ديال مكناس، البسطة مخلطة في السوق. الخدمة راه عرفتي الخدمة ديال السوق كي داير، راه خدمة من الصباح حتى الجواج جوج هكاك، من 4 الصباح حتى نبداو حتى جوج ديال النهار. السوق ديال الجملة هو اللي تعطي كاع الجنوب. إيه كيعطي الجنوب كلشي، كيعطي لإفريقيا كاع. راه البصله راه داتها افريقيا في الاول، اما يكون ما داتها افريقيا في الاول البصله راه ما توصلش هذيك الصومه، لا ما توصلش، ما توصل حتى 5 درهم محال توصلها، بقاش في الاول راه دات فيها يوميا يوميا تقريبا 60 رموك 50، راه دات السلعه تبارك الله في الاول من 170 ريال حتى 190 ريال اللي كاينه هنا في المارشي في الجمله على حساب الجوده. راه كلشي السلعه فيها الكاليتيات بحال الماطيشة بحال البصله بحال الليمون بحال البطاطا، كلشي داكشي راه فيه الكاليتيات. ديال البصله السوق دابا 30 كيلو تقريبا كيقتل 5700 190 ريال، الثمن 9 درهم و50 فرانك. بالنسبه للاثمنه اليوم واصله من 190 حتى ل 170، شي حاجه اللي شويه شويه. المليح 190 دابا واصله من دابا في هذه اللحظه كاين اللي في فاس 176، من هنا قدام غتزيد غتزيد طلع اكثر، عاد 10 ريال ديال المصاريف ترونسبور وخدمه داكشي كتوصل هنا غتوصل 186. كركوبه هذه كركوبه ديال فاس مكناس، هي كتبقى حتى لهذا الوقت في العام. دابا غتوصل طايحه بشي 170 بلا خدامه بلا كرا بلا مصاريف بلا والو، حيت في هذا الوقت كتقلال السلعه كتدخل قليله، زائد كيكون فيها الديشي حيت كتضرب هذه المده كيولي فيها الديشي بزاف، والسلعه قليله هادشي علاش. شويه قليله راك عارف السوق هو العرض والطلب. اقول ما يصبروا شويه من هنا قدام ان شاء الله تدخل السلعه ديال الشوكه، غادي تكسر غادي يطيح الثمن ضروري يطيح الثمن. غادخل ديال الشوكه من بعد ديال الشوكه غادخل ديال بليملان. كتسول علاش المشرى؟ ما تقولش شحال ما كتسول علاش شحال المشرى؟ المشرى البطاطا كنشروها دركا ب 48 كيلبيعوها ب 44 42 100 ما عرفوش كتسول على المشرى دركا غمض عينك وبيع مقمر هكاك انا جابت شويه دي شويه داكشي اللي كنقولو شحال تقريبا باش و فلوس ما استناها في هدره السوق راجع بالماء وتضاح حنا مخلصين السيد 48 كيلو 44 100 يلا البطاطا ما غاديش تحدد الخضره ما لها علاقه في هادشي ما عندهاش حدود الخضره ما مره كتدخل سلعه مره ما كتدخلش هذا الشيء على حسب على حسب السلعه
لا موجوده السلعه راك كترجع لا قليله السلعه راك تزيد الثمن ولا كانت داك كيدور بنادم كتقول لك هذا وكذا كيدير دوكا كتقول السيد 44 حتى شرب 48 وكتقول لي 44 ما خويش يدير من كانت 5800 كيطيح السيد كيدير 5000 كيشري خاطر دوكا كيدور على خاطر لا قلت لي 4600 كيدور عاد جن كاميوات ولا شي بلاصه اخرى كيدير 4200 كيقول لك تقدر 4200 ولا 4100 لانك تسمع ولكن حنا هنا شاري هنا كاين بعض خاطر حنا كنخلو فلوس وكنبيعو اي كان شنو كنعاون بها جاب الله ما كرهناش ما جاب الله ما كرهناش شرينا بطاطا هاي شرينا دوكا ب 48 كنبيعوها ب 44 100 شحال درتي دابا في الصندوق تقريبا شحال ما 100 ريال ما كاينش 100 ريال ولا ما كايناش بعض الخاطر تخلي كاع حتى تخلي 1000 فرانك دوك بخلي 1000 فرانك بغيت تبيع بغيت تخلي 1000 فرانك دوك بغيت تبيع ماشي هنا ما غاديش واش ما كاين الناس ما كايناش ما كتسول دابا المشرى كتسول في البيع فايده في البيع ماشي فايده في المشرى باغي خاصها لي فكك دوك ما كاينش دابا ما كان الغلا راه كان كيدوز هذوك رخصت على السلعه دوز السلعه كاين فين دور هو كاين 4000 كاين 4200 كاين 38 على حساب السلعه دابا كاين 36 السوق ماشي ما كاين كاين 36 السوق ولكن على حساب السلعه جودة جودة بالثمن ولكن ماشي رمال